عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين رجع لكم فيديو جديد ولعبه جديده افنجرز. النهارده هنلعب لعبه مارفل رايفلز. واللعبه دي انا مستنيها بقالي كتير واخيرا نزلت وهنجربها سوا في اول فيديو للعبه. ما تيجي نجرب اللعبه؟ انا فاشل في المقدمات كالعاده. اللعبه عبارة عن باتل جراوند، ده اللي انا فهمته من الاعلانات. باتل جراوند صح ولا غلط؟ يعني هي يعني فايتات بتبقى 6 قدام 6 وفيها 33 كاركتر، ده اللي انا عرفته. فيها شويه مارفل بقى وفيديوهات التيك توك خربت الدنيا الصراحه. كل ما اقلب على التيك توك مارفل رايفل سون بتنزل قريبا يا شباب احمص. قلت احمل اللعبه واشوف، هي لسه نازله امبارح. انا ما اعرفش انت جبت كل المعلومات دي منين. عموما انا اخدت معلومات على قد ما اقدر وقلت اشرحها، بس طبعا بقيت المعلومات الجميله طبعا كنت اعمى فيها لان انا عايز اخش اكتشف بنفسي. يعني حاجه للمعلومه كده لو الناس ما تعرفش، يعني للناس اللي مش عارفه. انا من عشاق مارفل جدا والنهارده متحمس جدا. لعبه هنا في سيزون وفي انا بصور ولا ايه؟ هنا في سيزون وفي هيروز هنا الابطال. الله يا جدعان. طبعا بلاك ويدو سكارلت جونسون، بس هي مش حلوه قوي هنا يعني هي بيجيبوا الكاركترز اللي في الكوميك عامه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا كده شويه ابطال كده. هنا في صفحه ثانيه في 33. هنا في سكرول اهو شويه ابطال تانيين اهو، وسبايدر مان. طبعا ده اول فيديو هنلعب النهارده، في اول فيديو سبايدر مان. لعبه سبايدر معروفه، اول فيديو للعبه هيكون سبايدر مان وش. وطبعا يعني لو عايز في 33 كاركتر، يعني انا ممكن اخليهم 33 فيديو. ماشي، تخيل 33 فيديو كل كاركتر في فيديو واحد. ماشي والله يا جدعان، يعني ما تحايلوش عليا اكتر من كده. ماشي، لو انتوا عايزين اكتبوا تحت في الكومنتات. اما لو مش عايزين العب لوحدي بقى من غير فيديوهات، بس بجد والله العظيم لو انتوا عايزين اكتبوا لي تحت في الكومنتات ووصلوا الفيديو ده على 30000 لايك ولا 40000 كده يا شبرون، زودونا و 4 مليون فيوز كده. يعني خش ابعت الفيديو لاي حد تعرفه في حياتك، اي حد تعرفه في حياتك ابعت له الفيديو قول له خش هو ده عبيط اتفرج عليه غلبان كده يعني. ماشي، 33 فيديو يعني مش هيبقى ممل ليه طبعا عشان انا موجود فيه كده يعني. لا غير الموضوع ان يعني ثانيه، انا متحمس جدا، انا متحمس بغباء يا جدعان، شكلهم جامد. ستورم ماي لاف اي لاف يو. بالنسبه بقى لمون نايت، فانا عملت فيديو لفورت نايت يبقى اخش فيه او ما تشوفوش، كان قديم الصراحه. لعبه وبيت الشخصيات العسل دي ولا ما اعرفها. اوكي عارف دي، والراجل ده طبعا انا بس مش عارف اعمل كده ليه هنا. يا مسهل الحال يا رب. المهم اخش اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها والله. هحاول امسك نفسي ومش هصور، يعني مش هلعب اللعبه الا في وقت التصوير. هحاول امسك نفسي، بس انتوا قولوا لي في الفيديو ده بسرعه، مش همسك نفسي اكتر من كده. انتوا قولوا لي وانا على طول هتلاقيني بسبام كل يوم فيديو. والله انا ما عنديش مانع كل يومين فيديو او كل يوم فيديو، والله لا انا مجنون والله منها. هقطع علاقاتي كلها، كل اصحابي، بكل معارفي، بكل باهلي، هفضل قاعد هنا في الاوضه دي. ماشي ماشي، واكل هنا في الاوضه، العب اللعب بس. حلو قوي، خدت بالك انت؟ وفينوم انا مش محبين فينوم الصراحه، والواد ده انا اصلا بكرهه، والفرين انا مش بحبه، انا من عشاق مارفل جدا. ماشي، انا بحب ثور بس مش ده يعني، وبحب سبايدر مان جدا جدا، ده رقم واحد بالنسبه لي. لعبه سبايدر ستورم طبعا انا بكرش عليها من زمان جدا، بس هي مش عارفه. اي لاف يو. مون نايت انا بحبه جدا، بحس ان هو شبهي. ما اعرفهاش، الواد ده انا بكرهه جدا يعني، مش عارف بوش. البيت دي انا بحبها برضو، يا رب اكون بتكلم صح. البيت دي شكلها حلو بس ما اعرفهاش، شكلها حلو ممكن نجربها في فيديو برضو من بعد سبايدر مان. الفيديو الجاي يبقى كذا، فكل فيديو تقولوا لي الفيديو اللي بعده هنبدا بشخصيه ايه. فالنهارده هنلعب بشخصيه سبايدر مان الحراق المطرشم، وفي اخر الفيديو طبعا هسالكم وتردوا عليا ما انكم عارفين، بس هسالكم عشان برضو ما انساش او ما انسى انا بقول ايه. يا رب يعني الفيديو اللي جاي هتقول لي هتلعب بشخص، الفيديو اللي جاي ليه؟ الفيديو ده هتقول لي الفيديو اللي جاي يا سعد هتلعب بشخصيه كذا، فانتوا بقى تصرفوا مع بعض في الكومنتات. انا عارف الكومنتات بتبقى ضغط عليا قوي الفتره دي، 40 كومنت في الساعه، فانتوا اكتبوا كومنتات كتير كده وقولوا لي مثلا ايه شخصيه كذا. فانت بقى ايه، شفت حد كاتب سكارلت ويتش اديله لايك، ما تكتبش سكارلت عشان تبقى عارف، او اكتب براحتك، كومنتات كتير حلوه برضه. عندنا في الناحيه الاخرى بلاك بانثر، يعني مش طبيعي بحبه. يلا ايرون مان، ده اخويا، ده اخويا، ده ما اعرفوش ده ايه. ده لوكي، ده بقى يا ربي ده في حته ثانيه، معلش يا جماعه لوكي ده في حته ثانيه. الاخ ده الاخ ده طبعا هالك، مش عايز يجي ليه انا ما اعرفش، بس هو هالك. فالنهارده هنلعب، شفت كل الشخصيات خلاص شفت قراره، هنلعب سبايدر مان بقى. دي بدله بس مقفوله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا 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 انا هلعب، اللي انا هلعب ولعبه مجانيه بقى، مش محتاج تدفع فلوس وتلعب. ابيك سبايدر مان، سبايدر مان I'm your friendly neighborhood spider man. اقدر ابيك كل ده كونفيرم. انا معايا مون نايت ومعايا كابتن امريكا والبت دي سكارلت ويتش دي، ومعايا مين تاني ما خدش بالي.
ناقص لنا واحد اتنين اربعة، ناقص لنا اتنين. العب يا مون نايت. يا جماعة ثواني، كابتن امريكا عامل كده ليه؟ بيضرب كده. The actual mileage, but this feels like a long way from Queens. E F Wow Shift Round and pound. الصوت ما كانش موجود الأول، خدت بالكم عشان الكارت بس اللي عندي. 5 4 3 2 1. بيجري منين؟ استنى يا سبايدر مان بيجري كده. ثواني يا جماعة. All right. If anyone needs me, I'll be in my iceberg. اتسلق ازاي؟ That was a joke. I can joke you, you know. ثواني يا اسطى، انا سبايدر مان زي ما بتسلقش. بقول لي هولد كليك. لا. Need some help. مون نايت، مون نايت. ثواني. اعمل ايه يا جماعة؟ اعمل ايه؟ اهو شفت. اوكي ليتس جو. حد يضرب الواد ده يا جماعة، دمي نوتة. سبايدر مان بيتسلق عادي، خبى كده ثانية يا جماعة عشان دمي له. يلا يا جماعة ثانية واحدة، خش عليه خش عليه، اضربه. أنا بهبد. تعالى بقى، تعالى اقطع الراكون ده، اديله. اضربونا ليه يا جماعة؟ يا نهار ابيض كابتن، يا رجالة تعالوا العبوا معانا، اضربوا معانا. انتوا بتعملوا ايه؟ خش يا بنت، خش خش يا بنت، خش يا بنت، خش خش كده. مون نايت قايم بالواجب والله العظيم. يلا 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 هوبا. تعالى يا اسطى تعالى كده. ايه الله اكبر، انا بتدمج. الله اكبر. انا موت ونزلت تاني مش فاهم حاجه. انا ليه كام لايف؟ سكارلت جونسون مايعة قوي. سكارلت قصدي اسمها ايه دي؟ هي مش دي سكارلت ويتش؟ ولا مش هي اسمها دانيال هيرسبر؟ مش عارف يا جدعان. يلا اضربوهم يا جدعان، بدر ماما بيخافوا. ثانية واحدة يا جماعة، اللعبة جميلة، اللعبة جميلة بس انا مش عارف استمتع. في زحمة فاهم؟ في زحمة مش عارف ايه اللي بيحصل، انا مش شايف ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا هنجرب كل كراستر بجد. يا نهار ابيض دمي. ده في حد بيهيل، تعالى. انا مش فاهم ايه الموف ده وايه البتاع ده ايه ده؟ واحد عمل الالت بتاعته، الالت اللي هي اللي عندي لازم تكمل. يا انا بضرب ناس كتير يعني. بصوا بصوا اهو اهو، تعالى تعالى خد. يا اوه على كيفك يلا، ضربت واحد معايا. الالت عامله ازاي ترى؟ الالت عامله ازاي؟ ثواني، هات واحد اعملها الالت عليه. الالت عامله، الالت عامله ازاي؟ خد يا الله الله. Don't mess with amazing Spider-Man. النسخه المفضله ليا والله العظيم ذا اميزنج سبايدر مان بتاع ارنولد بتاع الكباب ده، هات اسمه ايه ده نسيت والله. سيمبا اسيمبل افنجرز. الله الله يا جماعة، ثواني فايتوا فايتوا بعض، فايتوا بعض ثواني. لا بقول لك ايه، كابتن امريكا على نفسك، كابتن امريكا خد يا على الليش. ابعد، تعالى هيرين انت بترقصي تضربيني يا بنت، انا معاكي تخرب بيتك. اضرب اضرب. طب هنعمل ايه طيب؟ هما كام سكواد بينزل؟ ولا ستة قصاد ستة بس؟ يلا يا فين فين انا جبت كام واحد؟ انا عندي فكرة حلوة كنت بعملها في فالورنت.
gonna get sticky. شوف هاي العبيط متخلف صفرت بيه. ايه ده؟ لوكي ده اختفى. صفرت بيه زي العبيط كده اهو، مش عارف مين اللي بيضربه طبعا. عامل كده اهو. كم لوكي؟ الكلوم بتاع لوكي، قوة الكلوم بتاعت لوكي. انت لوكي؟ انت صبري؟ ما بيموتش يا جدعان. طلع غلط. فينوم 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 وي ار فينوم يا ابن اللعيبه يا فينوم. انت بتقولني بقى كده فينوم يا فينوم كده. ايه زبان؟ اهدى يا زبانشر، اهدى يا بابا، اهدى يا زبانشر. زبانشر راح فيها خلاص. يلا يلا اسمه ايه راح فيها. عاش يا جدعان، عاش يا رجاله، عاش والله، عاش والله. تستاهلوا سقفه والله العظيم. يلا متنا. ده ايه ده؟ هو ايه اللي جي جي؟ الواد عارف منين ان احنا هنكسب او نخسر اصلا؟ انتوا لسه لعبه امبارح، اللعبه لسه امبارح انت لزقت عليها. هو احنا اللي خسرنا ولا احنا اللي كسبنا؟ ما انا مش فاهم، احنا لسه ما عرفناش. فيكتوري احنا اللي كسبنا. هو اه صح بيقول لنا فيكتوري، انا افتكر بيقول لهم هم، انا ما اعرفش يا جماعه لسه والله. بس احنا اللي كسبنا. سؤال، وي ار فينوم واحنا مش معانا فينوم لو تاخدوا بالكم يعني. بس احنا كسبنا يعني، نديها جيم تاني بقى. وان مور راوند بليز يا جماعه. يلا تشرف ببعض، بنلعب مع بعض يعني. لا مش هيلعبوا مع بعض. معلش انا عايز لوكي معايا في الفرقه معلش. ويا ريت بقى لو بلاك ويدو تجيبوا لي ايرون مان عشان انا بحبه، وبلاك بانسر بالظبط كده، ولو هالك بقى تبقى كيملت. دي فرقتي المفضله الصراحه يعني. ممكن اغير الفرقه لو لما اشوف بقيه الكاركترز هنا في اللعبه، بس انا بتكلم على من ناحيه مارفل يعني بعيدا عن اللعبه. لكن بقى بالنسبه للبنات اللي جوه اللعبه الجداد دول، فانا لسه لما نشوف الدنيا ماشيه ازاي نختار برضو سبايدر مان، لان انا هجرب كل شخصيه في فيديو، والفيديو هيبقى صغير جدا كده. انا دماغي كده. يلا 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 يلا. مين اختار ده؟ ثانية، مين ده؟ انت صبري؟ ثانية، وده هالك؟ انت هالك؟ وبيبص لي كده ليه؟ انت بتهيليني؟ انت بتهيليني؟ دي حلوة أوي. ده بينزل رفيع وبيتحول جوه، يعني دي حاجة كويسة جدا على فكرة. وبالنسبة للجرافيك بتاع اللعبة جميل، بس ماشي سبايدر مان مش عجباني. بيمشي كده ليه؟ ماشي اهو كده اهو. فرق اهو، اديت فرق عليها اهو. دلوقتي ايوه ده ما كانش بيظهر يا جماعه. كيو هو فينوم؟ ايه ده؟ ايه اللي في ده؟ هو فينوم هيلبسني؟ فينوم هيلبسني ولا ايه؟ انا دم نقطة ما بيدخلش. هو بيتسلق عشوائي؟ انا عايز انا اللي اتسلق. يا بنت اللذينة يا جماعه، دي ستورم دي ولا انت هيلين يا بنت يا حبيبتي؟ تعالي 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 يا وليه، تعالي تعالي يا وليه. هيليني هموت 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 موت موت. اسمه كيرو 007، كيرو اندرسكول 007 اللي قتلني. ماشي تعالى. على فكره الواد ده غشيم. فينهم؟ خش عليه، خش معانا فينهم. اي اي اهيل اهيل، والنبي والنبي اهيل. الواد كان مستصدي شخصانها معايا. استنى يا جماعه، استنى هي اللي غيرت التصوير. مون لايت يا جماعه. كيرو هو كيرو كيرو كيرو. تعالى كيرو الكلب، تعالى تضربنا كيرو. Spider Fist is ready to punch. Help! اعمل ايه هنا؟ بيعمل ايه هنا؟ يا نهار ابيض، انا طلعت الكيرو تاني. في هيل. كيرو هيل، كيرو هيل، كيرو مون نايت. كيرو مون نايت اهو. تعالى كيرو كده كده. يا ابن اللعيبه يا. ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ لوست؟ احنا خسرنا؟ ده كنت لسه بعمل له كده ولا ايه؟ بص فوق بص فوق، في واحد يعني هنا خانتين وهنا خانتين. ها
هو هنا كسب واحده واحنا هنا ما كسبناش حاجه. المفروض بقى يكون عندنا احنا نقطتين، اللي يكسب مرتين فاهم حاجه، اللي يكسب مرتين تقريبا. طب انا معايا الالت 86% لسه تتملي، اللي هي الالتيميت القوه. يلا بينا تشينج هيرو. ممكن تشينج، انت بتعمل ايه يا ترو يا جروت؟ انت الالت بتاعتك اتعملت، الالت بتاعتك اتعملت. اضرب اضرب ده، تعالى كيرو تعالى كيرو تعالى كيرو، ده انا يلا كيرو يلا كيرو عم بطلع الالت يلا كيرو. اه مين قادر الساعة دي؟ ايه ده مين ده؟ ده بيدمجني يا فين مخش؟ الله اكبر دم نقطة، انا بدمج بسهولة يا جماعة. انا استخبى هنا. شافني مت. هما اصحابي بيعملوا ايه؟ اصحابي بيعملوا ايه؟ معلش برضو لسه الناس مش فاهمه اللعبه، العيال دي اللي قدامنا اللي هم عارجين من امبارح في اللعبه، اللي هم عارجين من امبارح في اللعبه، مع ان اللعبه لسه نازله النهارده. ايه؟ النهارده 7، لسه اليوم الجديد بادئ وهي نازله 6 تقريبا، نازله 6 بعد فيجن 6. اوكي تعالى تعالى، الواد الواد مون نايت ده معرج موت يعني بصراحه. تعالى انت تعالى انت كده. انا مسيت. مين الهيلر؟ مين الكلب الهيلر اللي معانا هنا؟ هاتوا الكلب ده. شوف يا جماعه عاملين ازاي، دخلوا على البيس بتاعنا. شوف يا جدعان، شوفوا يا جدعان، شوف ايرون مان خايف ازاي، شوفوا يا جدعان عاملين ازاي. يلا بينا. استني ده ده ريدس. ايه ده غلط، خسرنا للمره الثانيه وكده خسرنا خالص بقى. ماشي يا جدعان، هو هنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك. انا عارف ان الفيديو صغير، انا عارف ان الفيديو صغير يعني صغير دي فيه خلاص 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 يعني هو صغير من ناحيه اللعب وكبير من ناحيه الشرح انا عارف، لكن في حاجات تستاهل الشرح عشان اول فيديو كده. بس يعني ما تنسوش تكتبوا لي النهارده في الكومنتات نجرب شخصيه ايه الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تقولوا لي طبعا ايه رايكم عن اللعبه، رايكم مهم جدا جدا، وما تنسوش تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده يعني فوق ال 20,000 لايك. يلا وشير كتير طبعا وسبسكرايب وتفعل زر الجرس كمان، لو مفعله شيله وفعله تاني عشان بيعلق. وانا اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.